جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول في سؤال لها: إذا سقط ماء طاهر على نجاسة وتناثر هذا الماء على ثوب الشخص، هل ينجسه أم لا؟ إذا كانت النجاسة باقية والماء الذي انفصل عنها قد تغير بها لونا أو طعما أو رائحة فإنه يكون نجس. أما إذا لم يكن متغيرا وكان ماء باقيا على خلقته لم يتغير أحد أوصافه فإنه لا يكون نجسا. نعم.